نورت وشرفت البحيرة. والله شرفتنا ونورتنا. السلام عليكم. نبينا باجينا النواب. مبادرة تزرع عريس. شرفتنا يا ريس. شرفتنا سعادة الله. نورت البحيرة يا ريس. إن شاء الله. المعلومة معصومة. يعني حنقول بس بحضور محاسن عشان نرد في كلام. كده احنا قلنا خمس محاسن لغاية دلوقتي. طيب تمام خمس محاسن ايه هم الدوره والدوره الرز ولا وفول السوي ولب العباء وقصب السكر قصب السكر احنا كنا كنا بتزعوه عايزينك تدعمنا الرز زي التجول اللي عملنا في مبادره تزرع ده طب احنا عملنا سعر كويس ورفعت لنا سعر توريد الجم ما شاء الله واحنا بنشكرك يا باسي يا فخامة الريس يا فخامة الريس بنشكر التحالف الوطني بصراحه وقف معانا وقفه حلوه وانت شرفتني ورفعت من شأننا كده تحسين في ديون العلوم اللي كنت سمعت احنا بقالنا كام سنه ما بنكونش غريب اربع سنين شوف اربع سنين وبعدين عايزين الصناعات الزراعيه بشكل بيد فيها على مزاح على الزراعه يعني عايزين حاجات مصنع جزئيات احنا عايزين حاجات كتير وعايزين برضه تطلع بس بيكم مع بعض ربنا يقويك يا مستر احنا هنعمل التأمين الصحي احنا بنتفق ربنا يقويك اهلا وسهلا الاهم من دي فخامة الريس مش عاوزينها تكون اخر زياره دايما تكون واحنا في ظهرك دايما تيجي لنا هزور كل الكرة ايوه يا باشا احنا نجولك احنا نجولك الشرف يجينا المزيد بعد ندعي ربنا ان ربنا ان شاء الله امين يا رب يعني يعيننا ويسعدنا امين شكرا السلام عليكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا